شكرًا للمخرج البحريني المتميز حسين الحليبي دايمًا على تقديم الممثل بصورة مختلفة عما اعتاد الجمهور، وذلك في كل أعماله. عنده تكنيك مختلف في الإخراج ويعرف شلون يقدم رسالته الفنية في إطار من الفرجة ليجمع بين الفن الهادف والصورة الجميلة. الحليبي راهن هالعام على توليفة جديدة من الفنانين في مسلسل وكأن شيئا لم يكن، وقدر أنه يقدم أغلب نجومه بصورة مختلفة. راح نتعرف منه على كواليس العمل وشلون اشتغل على أكثر من خط درامي وشلون تنقل بين حقبتين من الزمن. المخرج حسين الحليبي الليلة في سراي. فعلا أبدعت ما بين الحقبتين، حقبة التسعينات والحاضر. كل عام وانت بخير حسين، ومبارك عليك ما تبقى من الشهر. عيدك مبارك. عيدكم مبارك، ويعطيكم العافية على البرنامج المميز اللي قدرت طوال هذا الشهر المبارك ان تدشون في كل بيت خليجي وكل بيت في الوطن العربي. نعم، يعافيك أستاذ حسين، وسعداء أن حضرتك معنا اليوم على الهواء عشان نتكلم عن مسلسلك الدرامي المختلف اللي هو موجود حاليا ويعرض من خلال القنوات التلفزيونية، ونعتبره مسلسل يعني غير عن السائد اللي موجود. صحيح، مقدمين شيء مختلف. صحيح. وغير صحيح، أتمنى أن نكون توفقنا في هذا الشيء وقدرنا نخلق عمل غير تقليدي مختلف برؤية جديدة. طبعاً إذا بتكلم عن كيفية تلقي الجمهور لهذا العمل الغير تقليدي، أكيد راح تكون متباينة، لأن الجمهور مثل ما تعرفون الجمهور له أذواق متعددة، أمزجة متعددة، فإحنا حصلنا ردود فعل إيجابية حلوة، وبنفس الوقت أيضاً حصلنا ردود سلبية، ولكن هذا الواقع يعني، وهذا شيء صحي وسليم ان احنا نسمع كل الاراء ونشوف الايجابيات ونشوف السلبيات ونسمع النقد، سواء كان نقد بشكل ايجابي او سلبي، هذا طبيعي في اي عمل درامي. صراحة استاذ حسين شجاعة منك انك انت تقول في عملك في اشياء سلبية. شنو هي الاشياء السلبية اللي انت اكتشفتها او لاحظتها او مثلا الجمهور وهو لاحظها؟ طبعا انا ما قلت ما اشوفها انا السلبيه، انا اتكلم ان الجمهور ممكن ينظر لها بشكل سلبي. ما وصل لك صوت الجمهور؟ لان الجمهور ما نقدر احنا نرضي كل الجمهور. صعب ان الواحد يرضي امزجه عدد كبير من الجماهير، انت تتكلم عن ملايين من المتفرجين، فمنهم من ياخذ العمل محتوى ومضمونه ويستقبله بشكل ايجابي، ومنهم من يأخذه بشكل سلبي. هذا اللي أقصده، ولكن أنا بالعكس أنا فخور بهذا العمل وأعتبره من أهم الأعمال اللي قدمتها طوال هذه السنوات، لأن في بالفعل فكرة جديدة، في رؤية جديدة، رؤية قدرت أجسدها من خلال أداء الممثلين، من خلال الديكور المميز اللي كان معي، أرت دايركتر مميز، ومن خلال التصوير أيضا، التصوير أيضا خليفة حداد مميز. نعم. قدرنا طاقم الفني بجميع عناصره أن نتحدى نفسنا ونقدم شيء جديد، ولكن شلون يتلقى الجمهور؟ هذا اللي أنا أقصده، يعني الجمهور مثل ما تكلمت يتقبل وما يتقبل، ينظر للعمل انه هو جديد او ما ينظر لهذا، يترك للجمهور. ولكن احنا كطاقم فني، كعاملين على المسلسل، كمنتج ايضا، اوجه له تحيه الاستاذ رزاق الموسوي، جدا فخورين بهذا العمل ومستمتعين بهذه التجربه اللي قدمناها. نعم، العمل يعني حتى باختيار النجوم والفنانين اللي اشتغلوا مع بعض، كل فنان طلعته بشكل جديد او دور جديد. طبعا العمل من بطولة النجمة الجميلة زهرة عرفات، والفنان الجميل شهاب حاجية، والنجمة هبة الدري، ومجموعة من النجوم. بس ما تحس ان اجواء مختلفة استاذ حسين؟ يعني انا ما ادري، لما شفت شوية من العمل حسيت انه كأنه في شوية جانب رعب، ولا انا غلطان؟ هو مش جانب رعب، هو طبعا
الجديد في المسلسل ان احنا قاعدين يعني هي شخصية زهرة الفتاة اللي قاعدة تحاكي ماضيها في حاضرها، يعني تدخل لماضيها من خلال حاضرها، في تداخل بين الحقبة القديمة اللي هي في التسعينات والحقبة الحديثة اللي هي 2020. هذا التداخل يعني يحتاج تركيز على أساس المتفرج يكتشف هذا التداخل، يحتاج بالفعل تدقيق وتحليل على أساس يقدر يوصل إلى هذه النتيجة. أستاذ حسين، شفنا هم من قضايا اجتماعية العنف الأسري، العنف ضد يعني الأب ضد أبناءه أو الزوج ضد زوجته، هم من طرحتوا هذا الموضوع؟ بالضبط بالضبط صحيح، يعني إحنا قاعدين نتكلم عن فتاة اللي هي زهرة عرفات، سيدة عانت في طفولتها من عنف أسري، هذا العنف الأسري وصلها إلى حالة من الاكتئاب والاضطراب النفسي، فبدأت تشوف نفسها في الماضي وهي موجودة في الحاضر، وتقابل كل الشخوص الموجودين في الماضي وهي موجودة في الحاضر نتيجة هذا المرض أو الحالة النفسية اللي وصلت لها. نعم، طبعا احنا قاعد نشوف مشاهد من مسلسل وكأن شيئا لم يكن، هو من تأليف الكاتبة البحرينية سحاب. صحيح، اللي لها فكر ايضا مختلف من خلال اللي تقدمه من خلال الدراما الخليجية. بكل صراحة استاذ حسين، منو الفنان اللي فاجئك بأدائه؟ يعني لما جيت تصور يعني وجسدته او رشحت الدور له فاجئك بأدائه؟ والله امانة يعني معظم الفنانين الموجودين معي في العمل كانوا مجتهدين ومتميزين، كانوا بالفعل يبحثون في شخصيتهم، يجتهدون في أن يقدمون شيء متطور ومختلف عن كل الشخصيات اللي قدموها. كلهم بصراحة يعني ما أقدر أظلم أحد، ولكن اللي طلع بشكل يعني واضح يمكن للجمهور الدكتور فهد عبد المحسن، جميل كان أمانة، هبة الدري، الأستاذة زهرة عرفات طبعا، أيضا نور وخالد، محمد صفر، بصراحة يعني ما أقدر أخاف أنسى، يعني الكل اجتهد بصراحة. نعم، وهذا الاجتهاد كان واضح من خلال المسلسل وكأن شيئا لم يكن، من مسلسل وكأن شيئا لم يكن إلى الكورونا وأزمة كورونا وتأثيرها على الدراما، هل تشوف تأثيرها كان إيجابي أم سلبي؟ إيجابي بحيث أنه عدد الأعمال قلت، لأن كل مرة أستاذ حسين تعرف أن الناس صحيح. يعني تقول وايد أعمال وما قاعد لحق أن احنا نشوف، والفنانين أيضا يقولون والله ما شفنا في هذا العمل، فهل تشوف أن أزمة كورونا أثرت إيجابيا عليكم أنتوا كأعمال موجودة وانوجدت على الساحة لهذا العام؟ طبعا أنا بالنسبة لي إذا أعمال مهمة مثل عمل دحام مثلا، المخرج المعروف انه يقدم تجارب واعمال جميله، يتاجل هذا العمل بسبب الكورونا، فاكيد انا انظر للامور بشكل سلبي. صحيح. يعني اثرت في الدراما بشكل سلبي اكيد، اذا نفتقد اعمال لزملائنا واعمال مهمه اكيد هذا انظر له بشكل سلبي طبعا. ولكن احنا مثل ما نقول موضوع الكورونا لازم احنا نتعايش معه ونقول هذه أزمة وراح تعدي، وإن شاء الله راح نرجع بأعمال قوية وبوضع طبيعي نتعايش فيه بشكل طبيعي، ومستقبل الدراما ما ينتهي طبعا، يبقى موجود على طول وبقوة إن شاء الله. تشوف مثلا أزمة كورونا وخلت الناس يقعدون في البيت ويشوفون الأعمال ويطلعون منها أصقر زلة وينتقدونها، تشوف هذا الشيء إيجابي أو سلبي؟ طبعا بالنسبة للجمهور احنا مو بس في أزمة الكورونا، الجمهور دائما جمهور ما عاد الجمهور السهل اللي الواحد يقدم له أي مادة أو أي محتوى، لأن اليوم مثل ما نعرف في كثير من المحطات وكثير من المسلسلات في نتفليكس وغيرها من المحطات اللي ممكن الواحد يشاهد فيها مسلسلات عالمية، بدأ الذوق العام يتغير وتكون مثل ما نقول معايير معينة
فبالتالي احنا كمخرجين وكقائمين على الدراما الخليجيه لازم نحط في بالنا هذا الشيء، لازم احنا نواكب هذا التطور ونقدم الشيء اللي بالفعل ممكن انه يرضي الجمهور. وانا قلت من قبل شوي ارضاء الجمهور بشكل عام كل الجمهور صعب طبعا، لان في جانب مهم من ناحيه ارضاء، في شيئين لازم الواحد يفكر فيهم. اول شغله انه يرضي نفسه كفنان وكمخرج وكطاقم عمل، وهذه مهمه جدا، وبعدها ارضاء الجماهير. نعم. متى ما رضيت نفسي في هذا العمل اللي اقدمه راح اكون راح تكون قادر على ان انت تقدم اعمال يعني مقدم شيء جديد اكيد. يعني احنا ما نقول فقط ارضاء الجمهور، لان ارضاء الناس يعني غايه لا تدرك، وايد صعب ان انت ترضي الناس بكافه اهوائهم وثقافاتهم. اخوي صالح اذا تخليني اتكلم في نقطه جدا مهمه، انا بس ما الوم، ولكن بعض الاحيان استغرب طبعا جدا يهمني راي الجمهور واستمع له بكل ارحبيه وما عندي اي مشكله وبالعكس ارحب في اي راي مخالف للي اقدمه، ولكن انا بعض الاحيان يضايقني اذا اشوف مثلا في وسائل السوشيال ميديا مثلا في الانستغرام وغيره يحط لك مقطع من المسلسل وينزلون فيه الناس وكأنهم مشاهدين المسلسل كامل. صحيح. هني شوي تحس ان العملية شوي فيها شيء غلط يعني. صحيح. مو سليمة يعني. احنا بالعكس نتقبل الآراء ونحب نسمع، ولكن نحب نسمع آراء بالفعل تكون مبنية على أساس. شخص على الأقل يكون شاهد لحلقة كاملة حلقتين ويقول رأيه ان انا ما اقدر اشاهد اوكي. نعم. بس يشاهد لي مقطع بس ويحكم على مسلسل، هذه فيها يعني ما فيها مصداقية. صحيح. الجانب الآخر اللي احب اتكلم عنه اللي هو النقد. أنا جدا أحترم النقاد وجدا يهمني أسمع رأي النقاد، ولكن ما ألوم ولا أعتب، ولكن عندي شغلة بسيطة يعني أتمنى أن النقاد خاصة اللي يتابعون المسلسلات الخليجية واللي يهتمون أن يكتبون عنها وفي متابعين لهم جيدين، أتمنى أن في نقدهم يكون نقد تفصيلي، بمعنى أن تكون هناك في قراءة تحليلية للعمل المشاهد. نعم. قراءة تحليلية بقصد أن قراءة ثالثة للعمل، لأن القراءة الأولى تكون من الكاتب، القراءة الثانية من المخرج، القراءة الثالثة وهي القراءة التحليلية المفترض تكون من الناقد نفسه. القراءة لازم تكون تفصيلية من حيث يتطرق إلى كل عناصر العمل، أداء الممثل بالمقام الأول، ديكور، الإضاءة. أستاذ حسين، أستاذ حسين، أنا أشعر أن في لازم يتطرق لها. نعم، أنا أشعر أن هناك نقد كتب وحضرتك قاري أو شيء. هل هناك يعني أحد كتب شيء عن العمل وما كان عاجبك أو ما كنت مقتنع بالكلام اللي كتب؟ طبعاً في كتب، بالعكس يعني أحترم أي رأي. أحترم أي رأي قال وأي نقد، أنا ما في شيء ما يعجبني. أنا بالعكس لازم أسمع على أساس أمسك أي شغلة أقتنع منها إن بالفعل أنا أخطأت فيها أو قصرت فيها، أمسكها وأطور نفسي. هذا شيء جميل، ولكن أنا القصد أن إحنا نحب أن نشوف النقد التفصيلي، النقد مثل ما نقول اللي يحلل العمل ككل. العمل لعناصر عديدة، الإخراج مو بس اختيار زوايا أو حركة كاميرا، لا، الإخراج مرتبط بعناصر كثيرة. يعني يكون النقد بناء في تطوير العمل وليس النقد الجارح المحبط. يعني أنا حتى بناء هذه ساعات أبعدها عن قاموسي، يعني ما أتكلم، مو شرط أنه يكون بناء، خلي ينقال فيه إيجابياته وسلبياته ولكن بدون تجريح ويكون تفصيلي. هذا اللي أقصد، ما يكون بس موجه إلى شغلة معينة بس في المسلسل. لا، أنا أتطرق للمسلسل كعمل متكامل. كعمل في ديكور، في إكسسوار، في إضاءة. يعني قليل ما أشوف النقاد يتطرقون مثلا
إلى اللون المستخدم مثلاً، الكلام المستخدم في المسلسل، ليش هل مستخدم إن هذا اللون أنا استخدمته بس بشكل على أساس شكل حقه، ولا في مضمون عندي، صحيح، يكون نقد على أسس أكاديمية صحيحة. وصلت رسالتك أستاذ حسين، كل الشكر لك على وجودك معنا في هذه المداخلة. مشاهدينا أكيد إحنا مستمرين معاكم، ومن البحرين إلى الإمارات مع الفنانة أمل محمد، ولكن خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم.